طالعين ناجحين وعاوزين نعمل حاجه قويه. التوقعات ماشيه في ان هو هيبقى شبه اللي فات، والحمد لله كسرنا التوقعات. يعني كوماندا قماشته اوسع بكتير من الخديوي. اللي جبل التاني حلال على التاني، واديني جبلتك احلى على الاحلى. احنا كان هدفنا ان احنا نعمل مسلسل من علي على نفسنا، يعني بنعمل حاجه طالعين ناجحين وعاوزين نعمل حاجه قويه وننافس بيها. المنافسه بتبقى شرسه في رمضان، لازم ننافس بحاجه جديده ومش شبه اللي فات. وكانت التوقعات ماشيه في ان هو هيبقى شبه اللي فات، والحمد لله كسرنا التوقعات يعني. والورق لما جه استاذ نصر عبد الرحمن مشكورا، يعني فاجئنا بصراحه بالتركيبه اللي هو عاملها والاحداث الكتير اللي هو عاملها، وازاي بيتقابلوا ان هو من الصعيد وان هي من شبرا. ياسمين عبد العزيز بنت بسيطه بتشتغل في شبرا، وبتقابل جابر اللي هو طالع من طار من الصعيد يعني. فعملها في احداث قويه الحمد لله رب العالمين. عشان انا بنجح فيها، يعني عشان انا بنجح فيها والناس بتحبني فيها، وانا ما عملتهاش بالدراما الشعبيه المعتاده بتاعت الخديوي. انا يعني ما طلعت الشعب، انا طالع صعيدي وبتاع، بس مسلسل قريب من الناس، ناس تشوف نفسها في الكوماندا، في جابر، في كده يعني. قصه وده قصه، الاثنين علموا مع الناس. يعني الكوماندا في الشارع والخديوي كان في الشارع، لكن الكوماندا عنده خطوط اكتر من الخديوي. خديوي وان واي، يعني شفتوا اول حلقه خديوي لحد اخر حلقه خديوي، فاهم قصدي؟ ما عندوش تحولات في الشخصيه. لكن جابر انت شفته في كل حاجه، شفته وهو في الصعيد، وشفته وهو هنا، وشفته في ازمات، وشفته في السجن، وشفته طلع من السجن، وشفته بيحل طار، وشفته وهو لما قرر يتغير عشان مورا قالت له لا. الكوماندا قماشته اوسع بكتير من الخديوي. صعيدي صعب، الريسك في مزيق. انا لما جيت اعمل صعيدي حبيت اعمله زي ما عملت الخديوي بطريقه ما حدش عملها قبل كده. فالصعيدي عملته بالطريقه اللي الناس شافتها يعني، واللي هو عمل الخضه للناس اللي هي اللكنه والسرعه في الكلام اللي هو الحي منه يعني. ولا اتعيشت مع ناس في سوهاج، قعدت معاهم فتره وعشان اشرب اللغه. خلي بالك، لا معايا مصحح لهجه، معايا مناع، بس هو الفكره كلها مش في انك تحول الكلام من عامي لصعيدي او من اللكنه القاهريه للكنه الصعيديه. الطريقه هي اللي بتحتاج عشان تعرفها لازم تعمل معايشه جامده مع اهل الصعيد يعني. فوق يا سامي، انا كوماندا. من احلامي ان انا اشتغل معاه واقف قدامه. لازم ظهور متميز للنجم سوري المرشدي، لان هي فعلا ظهور متميز. الهد في الجدر واعر واعر. استاذ سوري المرشدي انا كان من احلامي ان انا اشتغل معاه واقف قدامها، ده فنانه عظيمه وقيمه من قامات الفن. فكلمتها فقلت لها دور امي، وقعدت اشرح لها الدور. فهي الصراحه يعني بصراحه يعني ست كلمتني بكل احترام وتقدير، وقدرت ان انا يعني انا محتاج ان انا اشتغل معاها. وحصل بالفعل واقنعتها ونزلت. يعني هي بتحب ياسمين وبتحب عوضي، يعني هي في علاقه شخصيه كمان ما بيننا وما بينها وما بين حنان، ففي علاقه خاصه ما بيننا يعني. فعشان كده هي وافقت تشتغل، وده كان شرف كبير لينا. خلي بالك ان هي كانت اضافه كبيره جدا في المسلسل يعني. طبعا شرحت لها الدور طبعا، بس فنانه كبيره، ما انت لازم تشرح لها الدور. ست ما بتنزلش اصلا يعني تعمل حاجه الا لو هي شايفه ان هي تستفزها فنيا انها تنزل. فانت لازم تقدم لها دور يستفزها فنيا. فانا لما جيت حكيت لها، واستاذ نصر كلمها وحكى لها، هي ست رحبت جدا يعني. لا استاذ سوري المرشدي كانت طالبه انها تبقى ضيفه شرف، وبعدين كلنا قلنا لا يعني لازم ظهور متميز للنجمه سوري المرشدي، لان هي فعلا ظهور متميز. انت بتدور على الحاجه اللي انت هتبقى مرتاح فيها وانت بتشتغلها، ده طبيعي. انا لو من الجمهور اقول كده برضه. اللي يسد البيبان المفتوحه يبقى ابن اصول. انت بتدور على الحاجه اللي انت هتبقى مرتاح فيها وانت بتشتغلها. احنا بنرتاح بنشتغل مع بعض، بنبقى مرتاحين مع بعض، بيبقى همنا على بعض، بتبقى يعني في راحه نفسيه، فاهم قصدي؟ وعملنا مسلسل نجح مع بعض، عملنا برنامج نجح مع بعض، فقررنا التجربه بس مش اكتر. عادي، خلي بالك انا بتقبل اي حاجه، يعني اي نقد انا بتقبله، اي كلام انا بتقبله، ما بوقفش عند الكلام ده يعني. طبيعي انت بتعمل مسلسل نجح، فطبيعي هيبقى التوقعات رايحه في ان انت بتعيد نفس التيمه،
ده طبيعي، انا لو من الجمهور اقول كده برضه. بس لما المسلسل اتعرض هو ملوش اي علاقه بغزل والخديوي، ودي قصه ودي قصه خالص، يعني ما فيش اي وجه شبه تماما يعني. احلى على احلى، والنبي انت اللي احلى. بنعمل صعيدي، بنناقش قضيه شائكه في الصعيد وده الطوار، فقررنا ان احنا نتناولها بطريقه برضه ما حدش عملها، لا جلسه تسليم الكفن والحاجات دي وبتاع، وان احنا بنناشد من خلال المسلسل ان العنف بيولد عنف والدم بيولد دم. فدي رساله احنا واجبنا كفنانين ان احنا نقدم رساله للمجتمع، ان المجتمع يستفيد منها يعني، مش بتعمل مسلسل وخلاص يعني. احنا كنا المفروض نخش شهر 9 اللي فات، وبعد كده استاذ طارق انشغل بمسلسل معاويه وانا دخلت ضرب نار، والورق خلصان وقصه استاذ طارق العريان وغليف احمد حسني، وان شاء الله نبتدي التحضير بقى الفعلي بعد رمضان باذن الله. لا ده ترشيح من استاذ طارق العريان ان هو يبقى موجود في المرحله اللي هو بيبقى فيه البولدوزر في لاس فيغاس وبس، وجالي الاتفاق معاه يعني لما نبتدي تحضير فعلي في الفيلم يعني. يعني ابتدى من خال المؤلف، هو اللي بيبتدي وبيعرضها عليا، انا ببقى اجتهادي كممثل ان انا اطلع لك كاركتر مش شبه الكاركتر اللي قبله يعني. خديوي ما يبقاش عشماوي وكوماندا ما يبقاش خديوي، فاهم قصدي؟ هو ده بيبقى دور انا بقى كممثل ان انا اعمله، اجتهاد مني يعني. لو انت طول الوقت بتتابع وبتراقب الناس اللي حواليك وبتاع، لعل وعسى يجي لك في يوم من الايام دور شبه الشخص ده. فده انا اتعلمته استاذ نور الشريف، ان الممثل دايما يراقب ويلاحظ ويتابع ويدون. لا ما اشتغلتش بتاع رويتش طبعا يعني، ما نلت الشرف ان انا اشتغل حاجه من الاعمال الحره، لكن انا بحترم جدا كل اصحاب المهنه الحره اي حد بيشتغل شغلان شريف انا بحترمه يعني، وكان نفسي اقدم دور زي ده، والحمد لله ربنا كرمني في الكوماندا يعني. عشان هو الكوماندا الناس عارفاه من قبل ما ينزل رمضان، وكان مسمع بموضوع الشقيان كسبان والحاجات دي، فالناس مرتبطه بيه من قبل ما ينزل يعني. ده ترند، انا نزلت صوره فاخواتي عملوا ترند الشقيان كسبان، من هنا جه الموضوع يعني. كل حد بيبقى ليه طعم في الشغل، ليه طريقه في الشغل، دي الناس متعوده مني، الكلام اللي هو اللي بيعلق معاهم، الكلام اللي هو غريب، الكلام اللي هو بيبقى مستنيينك تقوله بس. فدي بتبقى حاجه يعني عندنا يعني، زي الله المستعان، زي من اجلك انت، زي الله حكايتك وحش تكون، احلى على الاحلى، اللي قابل التاني احلى على التاني، موت انزه من موته، زي ما انت بتقول يعني، بيبقى قاموس يعني العوض يعني. صعبه بالنسبه لحد تاني، مش صعبه بالنسبه لي، زي ما يكون واحد ممثل زميلي متميز في حاجه ممكن تبقى سهله بالنسبه له وصعبه بالنسبه لي، فاهم قصدي؟ دي طريقته، دي طريقه في الشغل.